لا هي المواقف كلها كتير يعني، ياما جاب لنا هدايا وياما ظبطنا واحنا صغيرين ومواقف كلها كتير يعني. لكن هو كابتن وائل دايما مركز في الماتشات يعني، دايما الماتشات بيبقى مركز جدا مشدود جدا. كان الكابتن بركات بيفك على طول، ففي فترة لما ابتديت ألعب مع الكابتن وائل كنت بحاول أفكه شوية قبل الماتش، أنكشه شوية. فهو جه في مرة بنلعب فرقة في المغرب، ففرقة اسمها الدفاع الجديد المغربي تقريبا أو حاجة زي كده، فالمفروض كابتن الفريق بيروح ياخد السكور شيت ويشوف اللعيبة ويشوف الكارنيهات والحاجات دي وكده. بيكلمني في المحاضرة عندنا عايزين نركز وكده، وقبل الماتش يعني انت هتمسك هتعمل هتساوي وبيديني التعليمات طبعا. فالمهم راح شاف السكور شيت فجه فقال لي الواد المهاجم بتاعهم، قلت له ماله يا كابتن وائل؟ قال لي ده الشرقاوي شكله بعتنا فندام ولا ايه؟ فقال لي الواد ما شاء الله فرده قويه جدا يعني، قوي وضخم وكده. فبعد ربع ساعه الواد جاله مزق وخرج، فقلت له الحمد لله كابتن وائل بقاء لله. كوم وفان دام اللي انت خلصت عليه ده كان كوم تاني. ايوه. قال لك يا عيني وقع ما قامش. يعني ساعات لما بنركز مع حد كده بيجي ارضه على طول. بتجيبوه الارض. يعني دايما انت عارفه في المرحله الاخيره دايما في مشوار اللاعب بيقعد يحسب طبعا للاعب اللي بيلعب قدامه، بيشوف قوته عامله ازاي، حطه في دماغه. فحطيته في دماغي بقى خلاص، هو اكبر. كنت برمي لسعد الكلام ده عشان سعد هو اللي يراقب يعني، هو اللي يمسك بالظبط. خلي بالك يا سعد بالظبط، يعني خليك جنبي سندني. فسعد ورامي من الناس الرجاله اللي انا يعني اتمنى لهم ان هم يعني افضل مسيره ممكنا. اتنين عندهم امكانيات ممتازه جدا يا كابتن هاني، وانت لعبت مدافع ومن افضل المدافعين، وعارف يعني اللي احنا بنتكلم عليهم، عندهم الامكانيات البدنيه الممتازه والشخصيه الكويسه. الاتنين شخصيتهم ممتازه ومن سمات النادي الاهلي، لان هم الاتنين منضبطين جوه الملعب وبيركزوا. يعني انا اتمنى استمراريتهم في الحته دي، استمراريتهم داخل الملعب بقى. هو دايما مش عايز اتكلم الجزئيه دي بالذات كابتن وائل، وانت محلل فني كبير وعارف ان كان في بعض